اليوم كما قلت للإخوان كنحتفلوا بثلاث احتفالات، أولا بذكرى المسيرة الخضراء وذكرى عيد الاستقلال، وكذلك تزامنات مع ذكرى المولد النبوي الشريف. مدينة الرباط كتقرب من الساكنة ديالها بواحد المجموعة ديال الأنشطة، في عيني كتختار مجموعة ديال المناسبات، منها المناسبة هذه، مناسبة ديال عيد العرش، كتجي مناسبات دينية كذلك، وعندنا واحد المهرجان كتعرفوه ديال الفن المديح والأصيل اللي كيتقام كل سنة. إذا جامعة الرباط كتحاول تعطي المدلول ديال مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية واحد المدلول جميل، باش تكون أنشطة ثقافية مكتفة، ونعدكم أنه غادي تكون أنشطة أكثر يعني أكثر إشعاع، لأنه جاونا طلبات ديال مجموعة ديال البعثات الدبلوماسية أن يشاركوا معنا في مجموعة ديال الأنشطة، وغادي نخبركم إن شاء الله في حينها قبل ما تنعقد، ونبغيو من خلالكم تعيطوا للساكنة ديال مدينة الرباط باش يعني الفرجة اليوم راه كاينة فرجة. مرحبا بكم أنتم، مرحبا بالناس اللي معكم، وشكرا لكم. هذا النشاط بمناسبة ذكرى غالية اللي هي ذكرى المسيرة عيد الاستقلال المجيد اللي كتحتفل بهم الجماعة ديال الرباط، هي ذكريات غالية على الشعب المغربي، والاحتفال بها أولا لأنه لحظات ديال الفرح وديال الاعتراف بمقام يعني الناس اللي كنقول منا، ولكن بالأساس هو أننا نخليو هذه الذكريات تتجدد في نفوس المغاربة وكيتنقلوها جيلا بعد جيل، لأنه اليوم إذا كانت هذه المناسبة لا المسيرة ولا ديال عيد الاستقلال كان الهدف ديالها هو التحرر من الاستعمار لا فيما يرتبط بالصحراء المغربية ولا في البلد ككل، فأكيد أنه مطلوب منا أن نواصل الأهداف والمعاني اللي تبنت اليوم، لا المسيرة الخضراء ولا الاستقلال اللي هما المعاني ديال البناء ديال البلد. مطلوب منا كأجيال كمنتخبين وكلنا كاملين كمغاربة أننا نواصلوا العملية ديال البناء ديال بلادنا، ديال التطور ديالها، ديال التنمية ديالها، من خلال المشاركة اولا في واحد العدد من الاشياء الاوراش اللي كدير على مستوى البلاد بالافكار بالاقتراح بالنقد حتى لا يضر، لانه بهذا العمل كله احنا مغاربه وفينا الابداع اللي تيمكن انه فعلا يساهم في تنميه بلادنا بالشكل اللي كنبغيو نعيشوا فيها، بالشكل اللي تكون كترضي الجميع بدون استثناء. Thank you.